بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 143 من دروس الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شابيب الرحمة والرضوان، وبه إليه قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب، يعني كلاهما حدثا، قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا عبد أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير، لقد حجبتها عن ناس كثير. حنرجع بقى للشرح. قال رجل، ما ذكر اسم الرجل، قال رجل معناه دعا رجل، بدليل انه قال بعد ذلك اللهم اغفر لي، فقال هنا بمعنى دعا. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر في هذه الرواية، لكن ذكر في روايات أخرى أو أشير إليه. أخرج الدارقطني عن ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وروى الترمذي أن عربيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا. دعا، هو انزعج، يعني هو هذا الأعرابي هو اللي بان في المسجد، إذا بتتذكروا قصة بول بالفقه أتينا عليها، أن أعرابيا بان في المسجد، فالصحابة خطبوا هذا مسجد هو لسه ما بيعرف فكر الأرض كده مثل بعض البعض، فغضب الصحابة كلياتهم فقال لهم لا تزرموا عليه بولا، يعني لا تقطعوا عليه بولا. أبا لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه ورحمه والصحابي غضبوا عليه، قام راح وقف هيك بالمسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. شو رايكم؟ فشو عمل؟ دعا له للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لقد تحجرت واسعا، يعني حجرت رحمة الله واسعة كثير ورحمتي واسعة كل شيء، أنت ضيقت كثير خليتها بس إلي وإلى بس. قال العلماء: هذا ذو الخويصرة وهو يماني رجل صالح. قال السهيلي: اسمه نافع، وهو غير الخويصرة التميمي الشقي رأس الخوارج. طيب، إذا قال رجل، دعا رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. كلمة وحدنا العلماء يقولون الحصر في الدعاء ممنوع، بل يعني انك تقول اللهم اغفر فقط إلي ولا أبو عبده مثلا، إلي ولا أبو حازم مثلا، ما بصير هذا الكلام. انتبهنا، بالعكس يسن الإنسان أن يوسع في الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تشمل الأحياء وتشمل الأموات. اي نعم. قال الشارح: الحصر في الدعاء ممنوع، بل المأسور أن يشرك في دعائه المؤمنين، وأيضا في تشريكه نفسه معه صلى الله عليه وسلم في الرحمة المخصوصة له سوء أدب. يعني لما قال اغفر لي ولمحمد أو اللهم ارحمني ومحمدا، هذا في سوء أدب، حط حاله نقرة النبي عليه الصلاة والسلام وضيق واسع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: هو أضل أم بعيره؟ يعني مين اللي في رواية، يعني هو أضل أم بعيره؟ من الجاهل أكثر؟ يعني كناية عن جهله، ما ينبغي أن يكون هكذا. إذا انتهى الحديث، بس تحفظ أنه بالنتيجة هذا الحديث اللهم اغفر لي هذا اللي بعده إن شاء الله. قال الإمام الحافظ البخاري: حدثنا جندل بن وارق قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن المجلس، عفوا، عن يونس بن خباب
عن مجاهد عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة. ماذا يقول؟ رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. احنا مر معنا من الدرس الماضي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا في إضافة، رب اغفر لي وتب علي وارحمني، رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس يستغفر هذا الاستغفار؟ 100 مرة. إذا نحن ما لازم نطلع على، إذا بدنا نطبق السنة قبل ما نقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وين ما بنروح، فت على عرس يعني مرة لك وكم واحدة كم واحدة، بتبغى يصاروا 100 واحدة مشان ما يضيع الوقت، مشان يشهد لك المكان، مشان تكون مستغفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.